السلام عليكم متابعينا الكرام، الاول وافضل والاكمل كريزي كار كير. اليوم كريزي كار كير راح نتحدث عن عمليه فتح وتنظيف كشافات لنيسان سوبر سفاري من الداخل والخارج. تعال يا جنجان. بعد عمليه الفتح الامن للكشافات راح نقوم بعملية التنظيف الداخلي والخارجي. الصعوبة بمكان الغطاء الخارجي للكشاف يتكون من الزجاج الخالص، مثل ما نكون شايفين كمية الأوساخ من الداخل والخارج عالية جدا. إن شاء الله بكريزي كار كير حيتم تنظيفه بشكل كامل وإعادة رونق الكروم الداخلي للكشافات ونعطيها لمعة كريزي كار كير. بعد الإغلاق الآمن إن شاء الله راح نرجيكم الفيديو. بفضل من الله وبعد الإغلاق الآمن والمعالجة الداخلية والخارجية للزجاج الأمامي لكشاف النيسان سوبر سفاري وصلنا إلى النتيجة الآتية. مع كريزي كار كير لا تخشى شيئا.